للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية. أهلا بك مهندس مهاود. يعني كما تابعنا في الخبر أن مصر هي سباقة في يعني مجال الأبحاث الخاصة بالتنمية المستدامة في مجال الزراعة، تحديدا في مجال الزراعة، معهد البحوث الهندسة الزراعية ودوره في تقديم أبحاث ودراسات يتم تطبيقها على أرض الواقع في هذا المضمار. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا يا فندم. مع بحوث الهندسة الزراعية وأحد المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية، معهد بحوث الهندسة الزراعية متخصص في بند أو في حاجتين، الآلات والمعدات الزراعية والري بمختلف أنظمته. طبعا احنا بنقدم كافة الأبحاث في مجال الزراعة، سواء مجال الهندسة الزراعية بكافة فروعها، في من خلال عدة أقسام هنا عندنا في المعهد. زي عندنا قسم الري، قسم بحوث هندسه الري والصرف الحقلي، قسم بحوث الطاقه، قسم بحوث ميكانيكا العمليات الزراعيه، قسم بحوث ميكانيكا الانتاج الحيواني والدجاني والسمكي، قسم تداول المنتجات الزراعيه، ومؤخرا قسم الهندسه الحيويه. طبعا احنا بنغطي كافه انشطه الهندسه الزراعيه او كافه انشطه الزراعيه اللازمه للانتاج الزراعي ورفع جودته وكميته. طب دكتور حازم مهاود، يعني في تحديدا في مساله الري، يعني والعالم كله يعاني من التغيرات المناخيه ونقص المياه والفيضانات في اماكن اخرى، نحن في مصر يعني ما الجديد في مجال استنباط السلالات الزراعيه التي تحتاج لكميات مياه اقل؟ كيف تواجهون هذه الظاهره؟ مركز البحوث الزراعيه طبعا هو بيشتغل في الجزئيه دي بقاله فتره كبيره لمواكبه او للتماشي مع التغيرات المناخيه من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقليه، اللي هو قادر على استنباط سلالات واصناف جديده ليست شريهه بالميه. زي احنا عندنا تجارب كتيره جدا، يعني في مجال مثلا الرز، انت عارف حضرتك الرز من الاصناف او المحاصيل بتسالك كميات كبيره جدا من الميه. بدانا نعمل تجارب للرز زي عمليه الشكل لقال الرز. الشكل قال الرز انا بوفر حوالي 1000 متر مكعب في فتره الشكل انتاج الشتلات، ويعني قسي على ذلك بقى كام فدان بيتزرع رز اضربيهم في الرقم ده ونشوف هنوفر قد ايه، زائد انا بوفر المساحه اللي بيستخدمها المزارع في عمليه الشكل. زائد انا برفع الانتاجيه، ولما برفع الانتاجيه انا بزود دخل المزارع، وبالتالي يعني الانتاج القومي بيزيد او الدخل العام بيزيد. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، في تجربه احنا عاملينها كتير وابحاث كتير عاملينها، ان من الزراعه الجافه انا بزرع رز في ارض جافه دلوقتي برضه بوفر كميات ميه كبيره جدا. لا يعني ايه في ارض جافه يا فندم؟ ارض جافه يعني عاده الرز بيتزرع في ارض مغموره بالمياه، ملوطه او مغموره بالمياه. صح زي ما حضرتك بتقولي كده اهوت. لا انا بزرع البذره في ارض جافه خالص ما بقاش فيها ميه، وبعدين بعمل عمليه الري بعد كده. طب في المقابل دكتور حازم، هناك ظواهر أخرى تعاني منها يعني المنطقة كظاهرة التصحر على سبيل المثال وتناقص الأراضي الزراعية، هل من جديد في هذا المجال من قبل معهد بحوث الهندسة الزراعية؟ هي الجزئية دي طبعا احنا زي ما حضرتك عارفة ان في مركز بحوث اسمه مركز بحوث الصحراء، هو شغال طبعا في الجزئية دي أكتر مننا لأن هو متخصص في هذا المجال أو في زراعة الأراضي الصحراوية، بس احنا بنعمل طبعا طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهات معالي وزير الزراعة، احنا بنحول كل الأراضي القديمة دلوقتي لنظم رياح حديثة التي تروى بالغمر إلى نظم رياح حديثة، وطبعا بيتم توفير كمية مياه كتيرة جدا بتروح أو بنحول المية دي لاستزراع أو استصلاح أراضي جديدة جدا، أراضي جديدة في الصحراء، فبنضيف احنا أراضي زراعية للمساحة الرقعة الزراعية المتواجدة عندنا. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية.